فكرة الدرون اللي طلعت عندي هي أول شيء أنا كنت فايت بمشروع عم صمم سيارة، فلما صممت السيارة عرضت الفكرة على كتير ناس فما حدا ساعدني. عملت أنا السيارة يعني بدك تقول مواكبة للعصر، فما حدا ساعدني. قلت ليش ما بعمل شيء أقل، خصوصا موضوع السيارة موضوع مكلف يعني فماني قادر فوت فيه. فقلت أنا ليش ما بعمل شيء مشروع أقل كلفة وممكن ضوي علي أكتر. ففتت حضرت فيديو بموتها بحرب أذربيجان اللي انتصرت فيها تركيا ولله الحمد. فتت على حدا من رفقاتي بعت لي فيديو انه موضوع سلجوق بركدار، فانا حبيت بلشت بالفكره شيء صغير تقريبا نفس فكره الاستاذ سلجوق بيركدار. فكمان حاولت كثير ما حدا ساعدني، وخصوصا بلبنان هون ما حدا بيساعد بهيدي المواضيع. بتمنى لو انه بلاقي بتركيا حدا بيساعدني بهذا الموضوع، او بحصل على منحه او بحصل على تمويل، ان شاء الله بكفي هذا المشروع. وممكن ان شاء الله يكون سلجوق بيركدار لبنان، بدنا في سلجوق بيركدار بتركيا، ان شاء الله ممكن تكون سلجوق بيركدار بلبنان. بالنهايه القصه كلها واقفه على الامكانيات، لانه هون مثل ما قلت لكم ما في امكانيات عنا. فان شاء الله بنتامل بتركيا، ان شاء الله بنلاقي من يسمعنا واقدر كون نفسي وفوت بهذا المشروع ان شاء الله. وحلمي انه التقي بالاستاذ سلجوق بيركدار وكون من احد تلاميذته وان شاء الله، وبيمشي علي بهذا المشروع وبقلع فيه ان شاء الله.